هنا نجي نحسب تحت تأثير الطرف الثالث وليس الأول. نجي هنا نقول بنفس الطريقة الـ S1 اللي هي على الطرف الأول الـ response الناتج من تحت تأثير الـ incident الثالث على الطرف الثالث الـ excitation على الطرف الثالث هي تصير عندنا B على B3 plus الـ S23 يساوي لنا الـ B2 minus على الـ B3 plus الـ S43 يساوي لنا الـ B4 plus minus على الـ B4 plus أو العفو الـ B3 plus والـ S33 يساوي لنا الـ يساوي لنا الـ B3 minus اللي هذا الـ reflection باعتبارها على نفس الطرف على الـ B3 plus. هنا نقدر نقول الـ SMN هذا مثل ان الـ response الطرف اللي خرجت عليه اللي هي الـ V minus N ما نعرفها احنا M وهنا الـ V الـ excitation على الـ V N اوكي هنا الـ plus وبالتالي يساوي V M على الـ V N plus. S matrix طبعا راح تعتمد على عدد البورتس بالسيركت. اذا احنا عندنا مثلا 4 بورت سيركت راح يكون عندنا هنا شنو يعني نجي نحسب هسه احنا اذا اريد احسب ال V minus خلينا نقول احنا ال V minus هذا السيركت مالتنا نجي نحسب نرسم سيركت ثانيه نجي نرسم سيركت هنا شلون اقدر احسب التاثير للسيركت مالتنا اللي هي خلينا نجي نقدر شلون نقدر نحسب ال V2 اللي هو الريسبونس اريد احسب الريسبونس الريسبونس مالتنا هو طبعا هذا الريسبونس راح نشوف هنا الريسبونس كم ريسبونس عندنا هذا ريسبونس هذا ريسبونس هذا ريسبونس هذا ريسبونس اوكي الانسيدنت هذا الانسيدنت من يكون عندنا الانسيدنت هذا يكون عندنا انسيدنت هاي انسيدنت هذا انسيدنت هذا انسيدنت وبالتالي اذا اريد اجي احسب الريسبونس على الطرف الثاني تحت تاثير كل الاطراف شلون اجي اقدر احسبها على نفس اللي هي الدرو مالتنا شلون اجي اقدر احسب هنا على كل الاطراف مثلا هنا اريد اجي احسب ال V2 ريسبونس على الطرف الثاني هو طبعا ناتج من تاثير الاول انسيدنت الاول ناتج ايضا من تاثير الانسيدنت الثاني ناتج ايضا من تاثير الانسيدنت الثالث وهكذا فيصير عندنا احنا عندنا ال V2 او خلينا نقول عليها نرجع على المعادله مالتنا اللي قبل شويه كتبناها هذه ال Vm minus يساوي Smn V plus n نجي نستخدم هذه العلاقة حتى نقدر نكتب ال V2 مالتنا هنا راح يصير عندنا بهذه الدائرة راح يصير عندنا نجي ناخذ تحت تأثير الفولتية الأولى اللي راح يصير عندنا هو ال S21 V1 بلس أوكي زائد S تحت تأثير الطرف الثاني S22V2 plus S23V3 plus زائد S24V4 plus بنفس الطريقة نشوف هنا الثاني بقت هي نفسها تو هنا تو السبسكريبت الاول بقية الاطراف اللي هي ال V1 هي ال N هذا ال N هنا نقدر نقول انه ال V2 يساوي هنا عندنا اربع اطراف السيركت ممكن يصير خمسة ستة وهكذا N يساوي 1 الى 4 عندنا نريد احنا
الفولتية أو على الطرف الثاني هي اللي S 2N VN. أوكي، إذا أريد الـ V الأولى بنفس الطريقة، ها لو تجون تشوفوها هنا نجي نقول نفس الطريقة اللي استخدمنا هذه الـ V2 طبعا يساوي N، إذا كان عندنا N من الـ N يساوي 1 راح يصير عندنا S 2N VN بلس ال V1 راح يكون عندنا N 1 N S 1 N بلس. إذا كان عندنا N من السيركت N ال VN بلس يساوي N يساوي 1 N S N N V N بلس وهكذا. إذن هنا هذه نقدر نقول عليها الواحد الاثنين، هنا ممكن انه هو الام بس ايضا هم توصل الام للان وبالتالي راح نساوي الدايمنشنز. هنا راح نستنتج العلاقه الاخيره ال في ام يساوي اس ام ان في ام. هذا مثل لنا كل اطراف السيركت او كل سكاترنج باراميترز السيركت الواحده. حتى نكتب المعادلة هي نفس الطريقة، هنا احنا نجي نكتبها كمعادلة وبعدين نرجع لها. ال V2 هنا ال V2 راح يصير بهذه الطريقة، وهنا تصير عندنا ماتريكس ماتريكس S مضروبة في V هنا M S M M هنا ال في ام ماينس او نقدر نقول عليها بنفس الطريقه ال في اس بصوره مختصره في بلس. الماتريكس مالتنا هنا لو تجون تشوفوها بهذه الطريقه اللي هي هاي الماينس في والبلس في تمثل لنا ال مثل لنا فيكتورز كولومز فيكتورز والاس يتمثل لنا الماتريكس. هنا الماتريكس باعتبار الاس 1 1 هم تعتمد الريفلكشن كوفيشنت كله، بما ان الريفلكشن كوفيشنت يعتمد على الزي والزي تعتمد على يعني هي متغيره مع الفريكونسي باعتبار كاباسيتنس واندكتنس الاكوفالنت سيركت مالتهم. اذا راح يتغير الزي او هي الفريكونسي، الجاما راح يتغير الفريكونسي، وبالتالي الاس ايضا يتغير ويا من وهي الفريكونسي، وبالتالي هو فانكشن ويا من وهي الفريكوانسي الدالة. هنا بعض الملاحظات المهمة نقول عليها، هذه الملاحظة يقول لك يعني هنا نقول مثلا also realize that also just like gamma the scattering matrix is dependent on both the device network. يعني هنا شنو الscattering matrix تعتمد على الديفايس اللي هو الports network وتعتمد عليها من على القيمه مال الترانسميشن لاين المربوط لها. اذا كان اكو اي فرق راح يختلف عندنا شنو، يختلف عندنا السكاترنج ماتريكس. مثال اذا عندنا نفس الدائره ومره ربطنا الترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس مالته 50 ومره ثانيه 100، هنا راح يكون كومبليتلي ديفرنت سكاترنج ماتريكس، كومبليتلي ديفرنت سكاترنج ماتريكس في كل حاله، حاله الترانسميشن لاين 50 اوم والحاله الترانسميشن لاين 100 اوم. نجي على بعض الخواص مثل ما تطرقنا سابقا، شلون نجي نشرح الخواص. A device can be lossless or reciprocal. In addition, we can classify it as being matched. هالمرة راح يكون عندنا خاصية ثالثة ظهرت ويا من وهي السكاترينجز باعتبار نتعامل ويا ويفز والويفز بها ريفلكشنز وبها انسيدنت وبها ريفلكشنز. حتى نمنع الريفلكشنز لازم يكون عندنا matched، وبالتالي راح تظهر عندنا خاصية جديدة اللي هي اسمها matched devices. نوضح لكم هنا هسه طريقة ال ماتش سيركت. هنا عندنا سيركت ونشوف كل
ترايل السيركت الانبوت مالتها زي نوت بكل اطرافها هي زي نوت زي نوت الترانسميشن لاين زي نوت وربطنا على كل واحدة زي ال يساوي زي نوت زي ال يساوي زي نوت زي ال يساوي زي نوت بالاطراف الثلاثة وهنا ربطنا السورس والامبيدنس مال السورس الممانع ايضا هي زي نوت فصارت الدائرة هي كلها شنو ماشت باعتبار الزي نوت كل لوت هو مكافئ المن للانبوت سيركت الزي نوت هنا راح يكون عندنا شنو راح يكون عندنا الجاما بكل وحدة هنا الجاما 2 يساوي صفر الجاما 3 يساوي صفر الجاما 4 يساوي صفر يعني الانبوت من تدخل الاشارة عندنا هنا من تدخل الاشارة الانبوت مالتنا من تدخل هنا بهذا الطرف الجاما الفي 1 بلس راح تغادر الإشارة الـ V2 minus وتغادر الإشارة V3 minus وتغادر الإشارة V4 minus راح تصطدم بهذا اللود اللود هو ماجد لل وتصطدم بهذا اللود وتصطدم بهذا اللود الإشارة بما أن هذا اللود قيمته مساوي إلى ممانعة الدائرة بالتالي راح يكون no reflection بكل الأطراف الرفلكشن هو هنا راح يكون الراجع اللي هو نفس اتجاه الـ V1 plus وبالتالي راح يكون عندنا الـ V2 بلس والـ V3 بلس والـ V4 بلس راح يكون هنا طبعا بلس الـ V4 بلس يساوي شنو عندنا؟ صفر هنا نقول عليه هذا السيركت ماتشد سيركت الأشياء اللي نقدر نحسبها بعد يعني من السيركت مالتنا ونجي لهنا المحاضرة مالتنا هنا هذا نقول عليه الماتشد ديفايس الماتشد ديفايس is another way of saying that the input impedance at each port is equal to zero when all other ports are terminated in matched loads. As a result, the reflection coefficient of each port is zero. No signal will come out from a port if a signal is incident on that port, but only that port, okay? يعني نجي على السيركت مالتنا هنا. نريد نحسب ال S11 ونحسب ال S22 وال S33 وال S44 هني المعادلة مالتنا اللي هي هذه المعادلة لو نرجع لها شلون نقدر نحسبها؟ نجي هنا هنا شلون نقدر نحسبها؟ ال S11 يساوي V-1 على V بلس 1 ال S22 تحت تأثير الطرف الثاني V2 minus على V من يكون عندنا الإكسيدنت هنا الإنسيدنت ويف هي على الطرف الثاني ال S33 يساوي ال SNN من يكون ماتشد وضحنا لكم احنا نصب ال S11 من يكون عندنا ماتشد ماكو اي اشارة ترجع على هذه السورس وبالتالي راح يكون عندنا شنو ال S11 هنا راح يكون عندنا هذا الطرف هو هذا الطرف هو شقد زيرو وبالتالي راح يكون عندنا زيرو من يكون هنا سورس 1 اكزيست V1 بلس اكزيست هنا V 2 بلس اكزيست حتى نكون واضحين هنا ال V3 بلس اكزيست هنا ال Vn بلس اكزيست يعني تحت تأثير هنا راح يكون ايضا ال V2 صفر ما عندنا هنا راح يكون V3 ما عندنا هنا راح يكون ال Vn صفر وبالتالي بالماتريكس مالتنا لو نجي نرسم بالماتريكس شلون نجي نوضح من يكون الاشياء المساوية هنا ال S ماتريكس نقدر نكتب هذا S11 S12 S13 S1n هنا S21 S31 Sn1 هنا راح يكون S22 ونستمر إلى Snn من تكون قيمة الدايجونال مالتنا هذا الدايجونال قيمته أصفار 0 0 0 هنا نقول عليها شنو الاس ماتريكس او السيركت مالتنا هي ماتشد سيركت حتى تعرفون شنو نقصد بالماتشد سيركت بينما الريسيبروكال واللوسز هي نفس الطريقه اللي شرحنا بها
الواي ماتريكس والزي ماتريكس.